في أخبار الرياضة، حققت السباحة المصرية فريدة عثمان إنجازا تاريخيا لمصر بالفوز بالميدالية البرونزية لسباق 50 متر فراشة ببطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست، لتصبح الميدالية الأولى في تاريخ مصر ببطولات العالم للسباحة والتاسعة بعد الميداليات الثمانية التي أحرزها التنسي أسامة المالولي. جزء من الثانية كان السبب في عدم حصولها على الميدالية الفضية، حيث أنهت السباق في زمن قدر بحوالي 25.39 خلف السباحة الهولندية التي جاءت في المركز الثاني بزمن قدره حوالي 25.38، فيما توجت السويدية سارة خوستروم بالميدالية الذهبية بزمن قدره 24.60. ولمزيد من التفاصيل معنا الآن السباحة المصرية فريدة عثمان من المجر. مرحبا بك فريدة. مرحبا، اهلا وسهلا. يعني نبارك لك في البداية فريدة على هذا الفوز الكبير والإنجاز الكبير الذي نالته مصر من خلال يعني السباحة المصرية فريدة عثمان. ما هو كان شعورك فريدة يعني بعد هذه الفرحة الكبيرة وهذا الفوز الكبير؟ انا طبعا كنت مبسوطة قوي وفخورة ان انا اكون اول مصرية جبت ميدالية في بطولة عالم، اول مصرية واول عربية، فالحمد لله مبسوطة جدا بالنتيجة دي. يعني كان هذا هو الهدف الذي تسعين اليه يعني فريدة، ما القادم لديك الان في الفترة القادمة؟ ان شاء الله اللي جاي انا هبتدي اتمرن بقى واحط زي برنامج كده لحد طوكيو 2020. انا لسه بودابست وراجعه بكره ان شاء الله مصر عشان اقرر الجدول والبرنامج اللي هيتحط لحد 2020 في طوكيو. نعم، يعني فريدة كان هناك تهنئة كبيرة لك يعني من خلال عدد كبير، وكان هناك أيضا تهنئة خاصة يعني من اللاعب محمد صلاح لاعب الليفربول الإنجليزي لك. ما كان شعورك في هذه اللحظات من خلال هذه التبريكات من العديد من الجماهير؟ أنا بجد يعني عايزة أشكر كل حد على كل الكلام الجميل اللي قالوه وبعتوه والدعم، وطبعا اللي يجي من محمد صلاح دي حاجة طبعا شرف ليا ومبسوطة جدا. نعم، يعني فريدة يعني الحديث عن الجهود التي قد بذلتها في الفترة السابقة أو على مدار الأعوام السابقة حتى تصلين إلى هذه المرحلة من يعني الفوز الكبير في السباحة المصرية، على يعني من تعولين هذا الجهد الكبير؟ بالطبع الدور الأكبر للسباحة المصرية فريدة، ولكن هناك أدوار أخرى، ما هي الأدوار الأخرى التي ساعدتك في هذا الفوز الكبير والوصول إلى هذه المرحلة؟ هو طبعا انا دلوقتي بقالي 4 سنين في امريكا، فانا بدرس في امريكا في جامعه كاليفورنيا وبقالي 4 سنين هناك، فطبعا التمرين هناك كان بيساعدني واداني ثقه ان انا ابتدي انتج احسن واحسن في كل بطوله. ولكن كانت البداية بالطبع فريدة كانت من مصر وليست الولايات المتحدة الأمريكية كما تتحدثين، هذه المرحلة كيف كان شكلها؟ مرحلة مصر طبعا كانت يعني شديدة وصعبة، علشان كنت أنا السباحة الوحيدة اللي بتمرن وبعوم في هذا المستوى، فكان طبعا المشوار كان صعب، بس الحمد لله بدعم أهلي والمدربين عرفت اوصل لمركز كويس قبل ما اسافر امريكا. نعم، نشكر السباحة المصرية فريدة عثمان كانت معنا من المجر. نشكرك فريدة ونبارك لك مرة ثانية.